جملة من القرارات غير الشعبية اتخذتها الحكومة الأردنية لتقليص العجز القياسي في موازنة الدولة. أهم تلك القرارات هي فرض ضرائب إضافية خاصة على أحد أهم أنواع المحروقات وهو البنزين، حيث وصلت نسبة الضريبة الإضافية إلى 24% رغم انخفاض أسعار البترول عالميا. الحكومة تقول إنها مجبرة على فرض هكذا ضرائب حتى تتمكن من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتخفيض عجز الموازنة الذي يدور حول ملياري دولار. إذا عندنا مبالغ لازم نجيبها، نجيبها من اسطوانة الغاز؟ لا. نجيبها من السلع الأساسية؟ لا. كيف ممكن نحصلها؟ بدنا نحصلها من القضايا اللي ما بتمس المواطن ولا قوته ولا بتمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة. لذلك تم إعادة النظر بضريبة البنزين. راح يتم فرض ضريبة على البنزين 90 بمقدار 12%، وراح يتم فرض ضريبة على البنزين 95 بمقدار 18%. البن بأنواعه والتبغ والمشروبات الروحية هي الأخرى ارتفعت أسعارها وبقرار حكومي. هذه قرارات غير شعبية وأقرب ما تكون إلى الجباية من جيوب المواطنين. يقول المراقبون إن على الحكومة مراعاة أوضاع الناس الاقتصادية، لأن الكثير من السلع الاقتصادية سترتفع أسعارها. هل هذه الحزم أو البرنامج ستؤثر على المستهلكين وعلى قدرة المواطنين على الشراء وتلبية احتياجاتهم؟ نعم ستضر، نعم هذه القرارات ليست شعبية، نعم، لكن الحكومة ترى بأنه هي مضطرة، لكن ربما كان هناك نوع من التروي والدراسة والبحث في إيجاد أولويات من حيث فرض ضرائب أو زيادة نسب الضريبة على سلع كمالية وغير أساسية. الحكومة الأردنية أعلنت عن تبني برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يغطي الأعوام من 2010 إلى 2013 لإعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لكن هذه البرامج يجب أن تمول من الخزينة وليس من الطبقة الفقيرة والوسطى. من جيب المواطن تأخذ الحكومة وتصرف على نفسها وعلى المواطن، هكذا يقول الاقتصاديون تعليقا على قرار فرض ضرائب وضرائب إضافية على بعض السلع الأساسية في الأردن، قرار أملته أوضاع اقتصادية صعبة خاصة ما يتعلق بارتفاع عجز الموازنة. نايف مشاقبة، اليوم على الحرة، عمان.